اهلا وسهلا بكم متابعينا. بعد تقديم رسميا مدرب المنتخب الوطني لمدة 3 سنوات قادمة، 5 عقبات تحدد خارطة طريق مدرب العراق الجديد كاتانيتش. يبدو ان مهمة المدرب السلوفيني سيرتشيكو كاتانيتش مع المنتخب العراقي لن تكون سهلة، بل انه سيواجه عدة عقبات ستشكل طريق تعامله معها، اما صناعته للمجد ورفع راية البيضاء مبكرا. لعل اول تلك الاسباب هي تشتت اللاعبين. اكبر المشاكل الفنية التي عقدت مسيرة المدربين الذين سبقوا السلوفيني هو تشتت لاعبي العراق ما بين اوروبا والدول العربية والدوري المحلي، وكذلك تضارب مواعيد برامج الاعداد خلال توقف الدوريات العالمية مع الدوري العراقي. عقبة اخرى، اذ لا يوجد موعد محدد لانتهاء دورينا والذي يتم مدة كل موسم وفق اهواء لجنة المسابقات حتى بات يستمر لمدة تقارب 11 شهرا. اعلام حاد. الاعلام العراقي غير صبور ويبحث عن نتائج ايجابية سريعة، وسبق وان طاح بكثير من المدربين مما سيكون سلاحا يهدد استقرار كاتانيتش. تصريحات الاسلوفيني بانه لا يعد بتحقيق نتائج ايجابية في بطولة اسيا القادمة لان 4 اشهر المتبقية لانطلاقها غير كافية للاعداد، وتضاربها مع تصريحات الاتحاد بان ذلك المدة تكفي دفع الاعلام للهجوم على الطرفين. حرب السماسرة. اتحاد الكرة اقحم نفسه في صراع السماسرة بسبب تدخل بعض وكلاء المدربين في الخفاء عبر تجنيد اعلاميين وصفحات تواصل للضغط على الاتحاد لمنع التعاقد مع المدرب السويدي إريكسون وحثهم نحو اسماء اخرى، بل حتى صفقة كاتانيتش دار حولها بعض الشكوك بان هناك مبالغ ذهبت من قيمة الصفقة الى سمسرة غير شرعية، ولكن ذلك كله مربوط بنتائج المدرب الجديد. فإن جاءت إيجابية تلاشت تلك الأصوات والعكس صحيح. الارتباك الإداري. سيصدم المدرب الإسلوفيني بالنظام الإداري المرتبك للاتحاد الكرة وتعطيل البرامج التدريبية فإجراءات الروتينية والموافقات على الخطابات الرسمية تستغرق وقتا طويلا، بجانب تواضع الفكر الإداري في التخطيط للمستقبل، وبالتالي قد نلغي مباريات تجريبية أو معسكرات تتعطل أو قد تتأجل مسابقات. هذا أمر على كاتانيتش التعامل معه. أخيرا جمهور عاطفي. خسر كاتانيتش كثيرا من الدعم الجماهيري في تصريحاته بأنه لا يعد بتحقيق نتائج إيجابية مما دفع الجماهير للتشاؤم والنظر للمدرب بأنه يبحث عن مباراة فشل مسبقا، وكان على المدرب أن يكون دبلوماسيا ويعي كيفية التعامل مع جمهور عاطفي متعطش للنتائج الإيجابية. فالمدرب جورغان فيرا الذي حقق لقب كأس آسيا 2007 مع العراق ما زال يعيش بقلوب الجماهير إلى الآن.